أهلا بحضراتكم مرة تانية. طبعا حوار هام جدا هنتحدث فيه عن أهمية الحفاظ على الأرض الزراعية. طبعا عندنا يوم 9 سبتمبر هو يوم وعيد الفلاح، وتم طبعا وضع عيد الفلاح بعد قرارات الإصلاح الزراعي اللي قام بها عبد الناصر. طبعا فكرة أن الدولة الآن تتحدث عن أهمية الأرض الزراعية وعن الاعتداءات على الأرض الزراعية، وأن الرقعة الزراعية القيادة السياسية بتحاول توسع الرقعة الزراعية من ناحية، والناس المواطنين اللي عندهم أراضي زراعية ولو حتى فكرة إن هي بغصب عنهم، لكن فكرة إن هو يبوروا أرضهم عشان يبنوا عليها أو عشان يقللوا الرقعة الزراعية لأي سبب من الأسباب، ودي من أجود الأراضي الزراعية. طبعا توجه سيء جدا إن فكرة إن احنا نقضي على أرضنا الزراعية اللي بناكل منها. حملة إعلامية كل مؤسسات الدولة بتعمل عليها الآن لتوعية المواطن على أهمية الأرض الزراعية وعلى أهمية الزراعة، ولازم ما ننكرش إن احنا مصر هي بلد الزراعة، هي اللي علمت العالم كله الزراعة والدورة الزراعية. حاجات كتيرة جدا لازم نرجع لأصلنا فيها، الصناعات الزراعية والزراعة، كتان، القطن، الذهب الأبيض، الحاجات اللي احنا بناكل منها، الفاكهة والخضار المصري. احنا تقريبا مصدرين ب4 مليون دولار لغاية دلوقتي تقريبا منتجات زراعية، منها البرتقال المصري. البرتقال المصري وصل الصين اللي هي بتعمل كل المنتجات الزراعية. البطاطس اللي كانت بتغزو أوروبا كلها. عندنا منتجات مهمة جدا للغذاء المصري ولغيره، بس أهمية الزراعة نرجع تاني نقول إن الزراعة هي العماد الأساسي لأي الاقتصادات اللي زينا، الاقتصادات اللي فيها ناس كتيرة، عمالة كتيرة اللي بتاكل. هو الزراعة هي الأساس فيها بجانب الصناعة. طبعا وزارة الأوقاف عملت حملة اسمها أرضنا عرضنا نحميها وننميها للتوعية بأهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية. اسمحوا لي أن أستضيف عبر الهاتف الدكتور الشيخ إيهاب البطاط، واحد من علماء الأزهر والأوقاف. فضيلة الشيخ دكتور إيهاب، صباح الخير. صباح النور يا فندم. دكتور إيهاب، طبعا فكرة إن احنا الإعلام والأوقاف بيتماشوا مع بعض، فكرة الدعوة من منابر سواء المنابر الإعلامية أو منابر المساجد اللي فيها جزء كبير جدا لدعوة الناس للقضايا القومية وللتوعية. شايف فكرة الحملة بتاعت أرضنا عرضنا نحميها وننميها إزاي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أهلا ومرحبا بحضرتك وبالسادة المشاهدين جميعا. بداية أتوجه بالشكر للقيادة السياسية في وزارة الأوقاف على هذه المبادرة الرائعة، وفي الحقيقة استشعار منها بواجبها الوطني والاجتماعي تجاه الوطن. فكرة تبوير الأرض الزراعية أو إماتة الأرض الزراعية فكرة في الواقع بتتنافى مع مقصود الشرع. نعم. يعني علمائنا علمونا في أبواب الفقه وكتب الفقه بوبوا لباب اسمه إحياء المواد، اللي هو إحياء الأرض الميتة. يتكلموا فيه عن فضله وأحكامه وهكذا، لأن إحياء الأرض الميتة بيتماشى مع عمارة الكون واستخلاف الله تعالى الإنسان في الأرض. ده الخط المفروض إن الناس تمشي فيه، إن هو المحافظة على الأرض الزراعية، لأن الأرض الزراعية بالنسبة لنا أمن غذائي وأمن قومي. نعم. لما نتخلى عنها إحنا بنلقي بأيدينا إلى التهلكة. ما ننساش أبدا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر، في سنن الدارمي. وما أكل منها من العافية لوطير السماء فله فيها صدقة. يعني حتى الطير أو حتى الحيوان اللي بيأكل لنا في هذا الحيوان أجر، لأنه صاحب كبد رطبة، والنبي قال: في كل ذات كبد رطبة أجر. وصاحب الأرض الزراعية أحيانا بيتعلل إنه هو حر في أرضه، هو صاحب هذا الملك ويعني يتصرف فيه تصرف الملاك في أملاكه، لكن نسي أن هناك أيضا في أبواب الفقه شيء وقاعدة تقول: درء المفاسد مقدم على جلب المنافع. نعم. والمصالح العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، والمفسدة العامة يقدم درؤها على المفسدة الخاصة. وإذا تعلق الأمر بمصلحة المجموع يلغى النظر إلى مصلحة الفرد. نعم. إذا الأمر ليس مرجعه إليك، أو القرار ليس مرجعه إليك وحدك. الأمر يخص المجتمع كله والوطن كله، وإذا خص الأمر المجتمع والوطن هنا يكون القرار بيد ولي الأمر الحاكم، اللي النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا أن نطيعه، فقال كما في البخاري: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وهنا الحاكم أو السلطة الحاكمة دعت إلى وقف التعدي على الأرض الزراعية، وأشارت في أكثر من قناة سواء إعلامية أو غير إعلامية إلى ضرورة المحافظة على هذه الأرض، لأنها بمثابة أمن قومي لنا كمصريين. نعم. الشريعة الإسلامية جاءت كسابقتها من الشرائع السماوية السابقة، لأنه ما من دين من الأديان السماوية إلا جاء بالدعوة إلى الضروريات الخمس، وما من نبي إلا حث عليه. إيه الضروريات الخمس دي حضرتك سريعا؟ الضروريات ده هي اللي هي حفظ النفس وحفظ الدين وحفظ العقل والعرض والمال، على اختلاف بين أهل العلم في عددها وترتيبها. نعم. المهم إن دي اسمها ضروريات، لأن عندنا حاجات تانية في الفقه أو في مقاصد الشريعة اسمها حاجيات، وحاجة ثالثة اسمها تحسينيات. الضروريات دي هي إيه؟ هي التي يهلك بدونها الإنسان. الإنسان لو ما توفرتش هذه الضروريات الإنسان ممكن يموت، اللي هي إيه؟ المأكل والملبس والمشرب. نعم. وطبعا الخارج من الأرض الزراعية هو الذي يساعد في المأكل ويساعد في الملبس ويساعد في المسكن. نعم. يعني هو ضرورة من أهم الضروريات التي يتم بها حفظ النفس والمحافظة على النفس. اتفضل حضرتك. صحيح. طيب دكتور إيهاب، بنتحدث الآن عن فكرة عودة الزراعة وعودة الدورة الزراعية، وخلينا نكون صراحة مع بعض. طبعا حضرتك اتكلمت على فكرة التملك، يعني الناس ديت عندها أرض وتفتت الأملاك. يعني احنا لما بكلم الناس الدكاترة المسؤولين في الزراعة بيقول لك إن احنا ما اقدرش ادخل ميكنة، لأن القطع الزراعية بقت قليلة جدا، اللي عنده قراط واللي عنده قراطين والكلام ده كله. فكرة هنا المنفعة العامة، أو فكرة إن احنا نتجه إلى الزراعة بشكل أعم، فكرة أيضا الدين في فكرة التوسع في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم خد بال حضرتك أشار في إشارة رائعة وبليغة، يعني قال: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. نعم. صدق الرسول. إشارة لضرورة وأهمية الزرع حتى ولو فقدت الأمل في الحياة. نعم. ما بالك إحنا الآن بنزرع عشان عندنا أمل في الحياة، نزرع لنأكل ويأكل غيرنا ومن يأتي، ونوفر الأمن الغذائي لمن يأتي بعدنا. فكرة التقسيم الأرض الزراعية اللي حضرتك أشرت إليها خطيرة جدا. ده مش بس الآلات اللي ما بتعرفش تنزل ولا الري ولا الطرف ولا الكلام ده، لا ده مش كده بس، ده بيهدر المساحة الزراعية. لأن أنا لما بروح آخد قراطين وعايز أعمل حد فاصل بيني وبين جاري، فما هو الحد ده مساحة مهدرة. صحيح. كانت الأول على بعضها المساحة كلها على بعضها، فكانت المساحة أكبر، إنما الآن بعمل حد فاصل بيني وبين جاري علشان خاطر أنا زارع زرع آخر غير اللي جاري زرعه، فطبعا ما ينفعش إن احنا نبقى احنا الاثنين مع بعض والحد ده فاصل ورسم حدود وإلى غير ذلك. ده بيهدر المساحة الزراعية والرقعة الزراعية في مصر اللي هي أساسا من أهم مواردها هو الزراعة، بل هي بلد منذ القدم بلد زراعية، كما أشار القرآن كانت خزائن الأرض، كما في عهد سيدنا يوسف كانت هي خزائن الأرض لما أصاب الأرض القحط والجوع، نعم، الغلال المصرية والقطن المصري طويل السيرة الذي اندثر ونتمنى عودته مرة ثانية. كل ذلك لن يتأتى إلا بإعلاء المصلحة العامة، إلا بإعلاء مصلحة المجموع على مصلحة الفرد. أنت تقول هو حقي وتريد أن تعظم دخلك وتبرر لنفسك المكاسب المالية، ده لا حرج فيه، لكن بشرط ألا يتعارض مع مصلحة المجموع، ألا يتعارض مع مصلحة الوطن. ولا شك أن في تقسيم الأرض وتبوير الأرض لتحويلها مثلا من أرض زراعية إلى أرض مباني مثلا عشان يبيع فيها بالمتر والكلام ده يتنافى مع المصلحة العامة للوطن. نعم. طيب دكتور إيهاب، خلينا أسألك سؤال كده في فكرة إن إحنا بنستخدم مواد كيميائية، بعض الناس بعض الزراع عشان لو هي الأرض مثلا بتجيب أرداب ولا 2 ولا 3 أرض الزراعية، بيروح يشتري بعض المواد الكيميائية اللي ممكن يكون فيها ضرر على الإنسان، عشان بدل ما تجيب الأردبين 3 تجيب 10. ولما تيجي تكلمه يقول لك هو لم يتم إثبات إنه هي هذه المواد الكيميائية بتضر، لكن هي بتنفعني أنا علشان بتزود المحصول عندي. ده تقول له إيه؟ هو حضرتك هو كده احنا عندنا إجابة السؤال لها شقين. إذا تيقن أو ثبت أن هذه المواد تضر بصحة الإنسان فهذا حرام شرعا استخدامها في الأراضي الزراعية وفي ما يأكله الإنسان. أما إذا لم يثبت فالأولى له الانتظار حتى يثبت ضررها أو نفعها، فإن ثبت ضررها فحكمها حرام وإن ثبت نفعها فهي من المباح. بس يا دكتور إيهاب يعني الدول الأوروبية كلها ما بيستخدموش، حتى لما بيجوا يستوردوا مننا الفاكهة بتكون لازم يكون في نسب معينة ما تكونش موجودة أو مواد معينة مش موجودة فيها، فمعروف إن الحاجات ديت ما بتستخدمش بره، يبقى هم خايفين منها. ده طبعا ده حكمها من المنهي عنه، دخلت في دائرة الحرمة. نعم. لها سعر اساسا الخضروات او الفاكهه اللي هي لما يستخدم فيها مواد كيميائيه بيبقى لها سعر مختلف عن باقي المنتجات الزراعيه اللي بتستخدم فيها مواد كيميائيه، طبعا لجودتها وامانها على المستخدمين. نعم. الانسان الفلاح او المزارع لابد ان يتورع عن ذلك. نعم. وليعلم ان مكسب قليل مبارك فيه، يبارك الله تعالى فيه، افضل بكثير من مكسب كثير محقت بركته. نعم. ولسه حضرتك حتى برضه يعني بعيدا عن ذلك قلنا ان الزروع او الثمار اللي لم يستخدم فيها كيميائيات او مواد كيميائيه بيكون سعرها اعلى من غيره. صحيح. فهو من ناحيه المكسب لن يضره شيء اذا التزم بتعاليم الشرع الحنيف. نعم. أنا بشكرك الشيخ الدكتور إيهاب البطاط من علماء الأزهر والأوقاف، شكرا جزيلا على وجودك معنا. طبعا كل عام والمصريين بخير والفلاح المصري بخير، بمناسبة عيد الفلاح اللي هيوافق يوم 9 سبتمبر، ونتمنى إن احنا نفهم إن احنا في الأساس الزراعة هي أساس العالم، والمأكل هو أساسه الزراعة، إن احنا فعلا زي ما الدكتور حتى إيهاب قال فكرة إن احنا نعيد زراعة القطن بشكل أوسع، والمصري يرجع يفهم يعني إيه ده كان الذهب الأبيض اللي العالم كله عايش عليه أو بيلبس منه. مشاهدينا الكرام، بكده وبهذا الحوار وهذا التليفون مع الدكتور إيهاب البطاط الشيخ وعلماء الأزهر وأحد علماء الأزهر والأوقاف، نكون وصلنا لنهاية هذا الصباح. كنا معاكم على مدار ساعتين مجموعة متنوعة من الأخبار والتحليلات الصحفية والحوارات اللي نتمنى أن تكونوا دايما تستفيدوا بيها. وبالطبع من الساعة 10 تبدأ تغطياتنا الإخبارية مع نشرة إخبارية ومتابعة للصحافة. نشكركم دايما على حسن المتابعة، ونتمنى أن أنتم دايما تكونوا معانا ومتابعينا على النيل للأخبار. شكرا لكم.